شعار سليمان بن حمد بن سليمان بن جبريل مع الدبلوماسي. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني وحدة الوصول 9 دقائق 11 ثانية، جزء وحيد من الثانية. تهانينا له والناموس على هذا الفوز، بينما اللي يتمع المركز الثاني كان هتاش هادب بن حمد بن عفصان المنصوري، وتوقيته الزمني 9 دقائق 12 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا والناموس. بينما اللي احتل المركز الثالث كان موفق مبارك من جمعة بن مغير الخيلي، وتوقيته الزمني 9 دقائق 12 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، شوطنا الخامس للابكار لذاع المحليات الاصائل ينطلق، حيث من تتابعون هذه الانطلاقات من ارضية هذا الميدان، ميدان الوثبة عبر قناة ياسر الرياضية. نذهب مباشرة لمسار وانطلاق هذا، عرف على المقدمة والصدارة، لنجد في مقدمة الشوط فزعة، تعود الملكية لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي من يقدم لنا فزعة مع المقدمة والصدارة. ثاني المراكز اللي في المركز الثاني حضرت حضور مع المركز الثاني بهذا الشعار المسطح بالنجوم وبالإنجاز لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي من يقدم لنا حضور مع المركز الثاني. ثالث المراكز منذرة حمد بن عبيد بن محمد الراشدي من يقدم لنا هذا الاسم والانطلاق لمنذرة مع المركز الثالث. رابع المراكز أرى اللي هي توزيع حمد بن محمد بن سالم الوهيبي من يقدم لنا توزيع مع المركز الرابع. خامس المراكز هنا كملولة عبد الله بن صالح بن هزيم المزروعي من يقدم هذا الاسم لهملولة محتلة مع المركز الخامس. وفي سادس المراكز راوغة تعود الملكية لراشد بن طالب الراشد بن شريم المري من يقدم وغا محتل مع المركز الخامس. في هذه اللحظات مشاهدين الكرام المركز السادس، سادس المراكز وسابع المراكز النصيبة حمد بن عبيد بن حمد بن عفصان المنصوري من يقدم لنا نصيبة مع المركز السابع. نشوف اللي في المركز الثامن. ثامن المراكز مشاهدين الكرام، من تأتي مشاهدين الكرام بهذه اللحظات؟ أرى اللي هي هناك شواهين ناصر بن مبارك بن ناصر القصيلي المنصوري من يقدم لنا شواهين. وفي تاسع المراكز انطلاق وتقدم من الشكلة راشد بن شاهين بخلفان المزروعي. أما اللي في المركز العاشر وختام النداء الأول دواليب سعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد. هكذا النتيجة مشاهدين الكرام والنداء الأول للعشر الأوائل المنطلقة من تزين أرضية هذا الميدان. مقدمة الشوطة مباشرة اللي في المركز الأول، من تأتي مع المقدمة منذرة، منذرة مع مقدمة الشوط مع المركز الأول. تعود الملكية لحمد بن عبيد بن محمد الراشدي من يقدم لنا منذرة في مقدمة هذا الشوط. توزيع ثانيا حمد بن محمد بن سالم الوهيبي من يقدم لنا توزيع مع المركز الثاني. المركز الثالث حضور، حضور تعود الملكية لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي. هذا الشعار اللي صال وقال بالذهب وبالإنجاز وبالعديد والعديد من الأسامي التي سطرت أحرف من ذهب في عالم هذه الرياضة. بشعارك يا أبو سلطان سعادة أحمد بن سلطان الحلامي من يقدم لنا في هذا الشوط حضور. هنا تغير من مركز إلى مركز، تحتل المركز الثاني، المركز الرابع. أرى مشاهدينا الكرام من تأتي هملولة، تعود الملكية لعبد الله بن صالح بن هزيم المزروعي من يقدم هذا الاسم مع المركز الرابع. خامس المراكز اللي في المركز الخامس الشكلة، تعود الملكية راشد بن شاهين بن خلفان المزروعي. وهناك أيضا مشاهدين الكرام الاسم اللي تقدم في هذه اللحظات، شواهين ناصر بن مبارك بن ناصر القصيلي المنصوري من يقدم هذا الاسم مشاهدين الكرام. والقادمة في هذه اللحظات أرى
الدواليب سعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد من يقدم لنا هذا الاسم، والقدوم أيضا والوصول من وغى راشد بن طالب بن شريم المري، وهناك أيضا من يقدم لنا نصيبة حمد بن عبيد بن حمد بن عفصان المنصوري. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام، هكذا النداء لهذا الشوط. لنا عودة إلى مقدمة الشوط، لنا عودة إلى المركز الأول. من تسيطر مع المقدمة في هذه اللحظات؟ توزيع أعلن الحضور ممثل السلطنة هنا مشاهدينا الكرام، يتقدم بهذا الشعار اللي صال وقال بالإنجاز حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، من يقدم لنا توزيع مع المقدمة ومع المركز الأول. بهذا التقدم الممتاز سيطرت مع البداية بشعار ممثل السلطنة حمد بن محمد بن سالم الوهيبي مع مقدمة الشوط. المركز الثاني، ثاني المراكز منذرة حمد بن عبيد بن محمد الراشدي، من يقدم لنا منذرة مع المركز الثاني. المركز الثالث، من تأتي مشاهدين الكرام حضور تعود الملكية لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي، من يقدم لنا حضور مع المركز الثالث. نشوف اللي في المركز الرابع، نتأخر مع المركز الرابع، نشوف القدوم، نشوف اللي واصل في هذه اللحظات هملولة. عبد الله بن صالح بن هزيم المزروعي من يقدم هذا الاسم مع المركز الرابع. خامس المراكز، اللي في المركز الخامس تتقدم شواهين ناصر بن مبارك القصيري المنصوري، من يقدم لنا هذا الاسم مع المركز الخامس. المركز السادس، من تاتي دواليب سعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد، يقدم دواليب وعطوه اول اذاعه لعطوه، تعود الملكيه لماجد بن سعيد بن راشد بن سعيد الخاطري، من يقدم لنا عطوه والقدوم والوصول في هذه اللحظات من الشاهينيه، اول اذاعه للشاهينيه محمد بن سالمين بن مبارك العامري. هكذا النتيجه، هكذا النتيجه مشاهدينا الكرام. لنا عوده الى البدايه، لنا عوده الى مقدمه الشوط، الى المركز الاول، الى الانطلاق الاول والمسار الاول. توزيع حمد بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم لنا توزيع في مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول. ما تبقى إلا الكيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية، والثلاث اللي بهنزان اللقاء، المثلث الذهبي على الصدارة بعضا لبعض الأسامي اللي صالت وقالت. هناك توزيع وهناك منذرة وهناك حضور مشاهدين الكرام بهذا الانطلاق، محتارين ما بين هؤلاء الشعارات اللي صالت وقالت وهؤلاء الأسماء المشاركين. هناك المقدمة توزيع حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، من يقدم لنا توزيع المركز الثاني. حضرت حضور تغير حضور إلى المركز الثاني، وعينها لناموس هذا الشوط لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي، من يقدم لنا حضور المركز الثالث. من تاتي منذر حمد بن عبيد بن محمد الراشدي، وايضا هناك القادم الشاني محمد بن سالمين بن مبارك العامري مع المركز الرابع. في هذه اللحظات اسامي تتقدم، شعارات تنضم مشاهدينا الكرام من اجل الفوز والناموس. شواهين ناصر بن مبارك القصيلي المنصوري، وايضا القادمه الواصله في هذه اللحظات، هناك دواليب سعيد بن عبيد بن مروشد، ومن الجانب الاخر عطوه ماجد بن سعيد بن راشد الخاطري. ولكن وين المقدمه؟ وين البداية؟ وين الصدارة؟ توزيع مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. يا سلام، حمد بن محمد بن سالم الوهيبي بدون أي تعليمات هي في مقدمة الشوط مع المركز الأول، تسيطر بهذا التقدم وبهذا الانطلاق، بدت تغادر. ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء وعلى هذا الإبداع الذي تقدم توزيع حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. يا سلام، ممثل السلطنة الدائم بالإنجاز وبالنواميس يقدم لنا توزيع، غادرت النتيجة. تهانينا والناموس وسلام السلطنة لممثل السلطنة، ياما وياما أهداهم السلام، وياما وياما أهداهم الفوز والانتصارات. بالفعل تهانينا الحمد بن محمد بن سالم الوهيبي، من يقدم لنا توزيع ولحظة وصولها إلى خط النهاية، معلنه الفوز والناموس والانتصار بدون أي منافس. تهانينا الحمد بن محمد بن سالم الوهيبي على هذا الإبداع. المركز الثاني، نشوف اللي في المركز الثاني مشاهدينا الكرام، من وصلت مع المركز الثاني. هناك اللي هي عطوة ماجد بن سعيد بن راشد بن سعيد الخاطر. المركز الثالث، الشاهيني محمد بن سالمين بن مبارك العامري. المركز الرابع،
الرابع والخامس مشاهدين الكرام، نتأكد من ملخص هذا الشوط. نذهب مباشرة للتوقيت الزمني وأثناء وصولها التوزيع. حمد بن محمد بن سالم الوهيبي من قدم لنا توزيع تهانينا والناموس، قاطع المسافة في زمن وقدرة 9 دقائق 16 ثانية 4 من الأجزاء. تهانينا والناموس الحمد بن محمد بن سالم الوهيبي على هذا الفوز والانتصار من قدم لنا توزيع. المركز الثاني، نشوف اللي في المركز الثاني لناتي بالخمسة الأوائل من ملخص هذا الشوط. المركز الثاني مشاهدين الكرام، من أتت مع المركز الثاني اللي هي عطوة ماجد بن سعيد بن راشد بن سعيد الخاطري، والتوقيت الزمني 9 دقائق 25 ثانية جوزين من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث مشاهدين الكرام، نشوف اللي في المركز الثالث من وصلت مع المركز الثالث هناك اللي هي 9 دقائق 25 ثانية 4 من الأجزاء، الشاهني محمد بن سالمين بن مبارك العامري. المركز الرابع كان من نصيب مشاهدين الكرام رابع المراكز، نشوف اللي في المركز الرابع حضور لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي. والمركز الخامس هنا مشاهدينا الكرام، هكذا كانت النتيجة تهانينا والناموس.